كل سنة وانتم طيبين، ومعاكم أماني سالم. النهاردة هنعمل الرقاق بطريقة جديدة وحلوة جدا جدا، ويلا بينا مع بعض نشوف عملنا الرقاق ازاي. وزي ما عودتكم مطبخ أماني سالم كله جديد في جديد، وكل سنة وانتم طيبين، ويلا بينا نشوف عملنا ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين، ومعاكم اماني سالم. يلا بينا مع بعض نعمل الرقاق بطريقه حلوه جدا. اول حاجه احنا معانا الشوربه، اللحمه الضاني تبقى دسمه، لازم لحمه ضاني عشان تبقى طعمها حلو. ومعانا ربع كوبايه زبده وربع كوبايه لبن، اللبن بيطريها وبيخليها جميله جدا جدا. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنسمي بالله وهناخد الرقاق بتاعنا. انا جايبه صينيه صغيره مش صينيه كبيره، حطيت الرقاق بتاعي في الشوربه، بتبقى شوربه سخنه. هبتدي بقى ايه، اخد كل رق من رقاق نحطه في الصينيه بتاعتي بالشكل ده. انا بكسره علشان الصينيه بتاعتي صغيره، لكن لو الصينيه كبيره انت هتحطيها زي ما هي كبيره كده. وبخليها بس يا دوبك دقيقه بس علشان الرقاق بتاعي يطرى. شايفه بالشكل ده، وهحط شايفه طري ازاي معايا، يبقاش مهري يعني، لا يبقى كده متماسك شويه. هبتدي ارصص كل الرقاق بتاعي، يعني هحط مثلا 6 وحدات فوق بعض، 6 طبقات، عشان ما تكتريش، عشان ما تبقاش تخينه معاكي، بتبقى كده حلوه وجميله. شايفه الرقاق بتاعي بقسقيه في الشوربه والزبده واللبن، شايفه شكله عامل ازاي، يبقاش مهري. ومعايا العصاج، انا عامله العصاج وحطيت فيه معلقه صلصه صغيره، لو انت حباه بغير صلصه اعمليه بغير صلصه، بس انا الصلصه بتديها طعم برده جميل قوي قوي. خلاص هساوي العصاج بتاعي، هبتدي بقى احط باقي الرقاق. طبعا نفس الطريقه هي هي بالظبط، شايفه مش مهري معايا ازاي، يعني طري معايا على اساس نقدر نسويه. شايفه هخلص كل الكميه بالشكل ده، ويلا بينا مع بعض نشوف هنعمل الرقاق بطريقه جديده النهارده، ويا رب ان شاء الله تعجب. واخر حاجه خالص الرقاق بتاعنا، هبتدي بقى اخلي اخر، حتى لو انت عامله الرقاق متكسر من جوه، اخر طبقه لازم تبقى متستويه علشان دي هي الوش. شايفه بالشكل ده، خلاص هنبتدي بقى ايه، اخر طبقه بتاعتنا لازم تبقى مستويه متبقاش مكسره. خلاص هبتدي بقى اجيب معايا شكل جميل جدا جدا جدا. هجيب الزبده واحط معاها معلقه بابريكا تبقى لونها احمر كده، عشان الرقاق بتاعي يبقى محمر وجميل. شايفه مع يعني رشه بسيطه من البابريكا، ما تحطيش كتير. وهدهن بيها الوش، شايفه تبقى شكلها جميل جدا جدا جدا. طبعا الرقاق بتاعنا بنقطعه قبل ما نخش الفرن علشان اقدر بعد كده مستوي تكون الخرطه مقطوعه كويس، ما تكسرش مني وانا بطلعها. شايفه الصينيه بتاعتي صغيره، لو انت بقى بتعملي صينيه كبيره طبعا تبقى كميه الرقاق اكتر. ادي معايا الرقاق نص كيلو رقاق، لكن لو صينيه كبيره يبقى كيلو رقاق. جايبه معايا جبنه بيضه، شايفه بقلبها كده وحطيتها في كيس عشان اعمل شكل جديد في الرقاق بتاعنا. وهبتدي بقى الجبنه بتاعتي هعملها خطوط بشكل جديد ومختلف عن المعتاد اللي احنا متعودين عليه. على الرقاق بتاعنا بيبقى ساده كده، ده شكل جمالي، شايفه حلوه جدا جدا، بتديها شكل جمالي في التقديم بتاعنا، وطعمه برده بيبقى حلو جدا. هخلص كل الكميه بالشكل ده، شايفه شكلها، وادخلها الفرن على درجه حراره 180. طبعا هي بتقعد في الفرن بالظبط نص ساعه، وبعد كده تفتحي الشوايه عشان اللون ياخد شويه لون ذهبي كده جميل. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يتعاد علينا العيد بالخير. وده الرقاق بتاعنا بعد ما طلع من الفرن، ما شاء الله ريحه جميله جدا جدا، وشكل كمان جميل وجديد. ويا رب ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، ويلا بينا مع بعض نقطع ونشوف شكلها هيكون عامل ازاي من جوه. شايفه الشكل وشايفه الجمال، ما شاء الله على الجمال، وكل سنه وانتم طيبين. وده الرقاق بتاعنا بعد ما قطعناه، شايفه الجمال، وما شاء الله مورق، ما شاء الله على الجمال، وطعم رائع جدا جدا جدا. ان شاء الله هتعملوها بالشكل ده هتعجبكم. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكان معاكم اماني سالم. وما تنسوناش في اللايكات والشير والدعوات من القلب للقلب، وان شاء الله يتعاد علينا العيد بالخير، والف هنا وعافيه.